السلام عليكم، انا اسمي سي فاطمه وكنسكن في سباته، وانا كندير الدياليز. انا كنت مجوجه ومي مرات ودرت الدياليز وداكشي، صافي الراجل صافي ما تفهمش انا ويطلقني وداكشي. المهم دابا انا اللي كنتحمل النفقه ديال وليداتي، عندي جوج، وانا اللي تندير، انا اللي كنخرج كنمشي كندير الميناج في، يعني ماشي حتى بزاف، غير تقريبا انا لحقاش كندير حصه ديال الدياليز كنديرها الاثنين وتنديرها الاربعاء وتنديرها الجمعة، يعني قولي كنخدم غير الثلاث والخميس، بعد خطات السبت لا كان ما كانش، راه ما تنخدمش الحد، راه ما كاين والو، كنخدم غير في الدربع وما بحال كذا، كندير الميناج في دوك المحلات كنمسحهم وهذا. ودابا ما وقع هذا المشكل ديال هذا الوباء، الله يعمر ربي يعفو علينا ويشافي جميع المسلمين. اضطريت ما لقيتش فيه باش ندير، ما لقيت لا مصروف لا والو، ما الكره مجموع عليا الضو والماء والصير، وخصوصا ملي كنجي من الحصه انا اصلا كنجي عيانه، كيخصني باش نعيش انا وناكل مع وليداتي وهذا. ودابا انا صافي وليت باركه وما كندير حتى شي حاجه، ومجموع عليا الضو والكرا والماء والحصه حتى هما خصني نبدا نخلصهم. تقريبا حنا الحصات كنديرهم تنديرهم انا مع الطبيبه مسكينه الله يخلف عليها مفاهمه معايا، كتخليهم هي بالسلفه هما نورمال، ما مشي هذاك الثمن راه كثر. ودابا انا صافي صراحه عييت، الجهد ما بقاش عندي، تقريبا دابا 4 سنين هذه باش كندير الدياليز، وعييت صراحه. وكنتمنى من اي واحد يشوف هذا البورتاج الله يجازيه بخير يتعاون معايا، حتى انا هذا ان شاء الله رمضان جاي ان شاء الله غفران، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يخلصهم الله. انا تانا خصني تانا باش نعيش انا وليداتي، شوفوا حالتي انا، يلا اليوم خارجه من الدياليز خارجه عيانه، ما قداش حتى نهضر، ما قداش حتى نتحرك. وكنتمنى منكم الله يجازيكم بخير ويخلصكم الله، اللي شاف هذا البورتاج ديالي يتعاون معايا لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا شهر الغفران وشهر رمضان، تانا نفرح انا وليداتي، تانا ما بقيتش كنخرج لا كنخدم لا والو، ضرينا في هذا الوباء. كنتمنى الله سبحانه وتعالى يرفعوا علي، الحمد لله اللهم لك الحمد، انا حالتي الله اللي عان بها، رحلتي صحيا ولا ماديا ولا كل شيء، الحمد لله على كل شيء. كنتمنى ربي الله يخلص هاد الدراري تا والله يسهل عليكم حتى نتوما، لبيتوا النداء ديالي، الله يرحم الوالدين ديالكم ويخليكم بصحتكم.